السلام عليكم بنات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، جبت لكم اليوم واحد شوربه صراحه لذيذه بزاف وكتقوي المناعه للاطفال وحتى للكبار وكيبغيوها الدراري. انا غنوريكم بمكونات بسيطه، انا غنوريكم المكونات وطريقه التحضير حتى هي ساهله مهله. هنايا عندنا الجزر، تقدروا تزيدوا كميه على حسب وليداتكم واش كيبغيو بزاف ديال الجزر اولا ما كيبغيوهاش. هنايا عندي هنايا 1 2 3 4 5 5 ونص ديال الجزرات متوسطين كيف ما كتلاحظوا معايا. وعندي هنايا مكونات الضروريه اللي هي الثوم، عندي هنايا 3 ديال الفصوص كبار كيف ما لاحظتوا، وعندي هنايا نصف بصله صغيره، وعندي هنايا كوستين اولا جوج قريعات خضير درين، وعندي هنايا واحد قبيطه صغيره ديال القزبر وقبيطه صغيره ديال الكرافس. وبالنسبه للماء اللي غادي نمرق بهم، بالنسبه للمريقات اللي غنمرق بهم، انا استعملت الماء ديال قشور القمرون الا متوفر عندكم. البنات قشور ديال القمرون ما ترميوهمش، خصوصا الراس ديالو مفيد بزاف، هو اللي اكثر من الحمل اللي فيهم مفيد خصوصا للوليدات. اذا ما متوفرش عندكم القمرون تقدروا تستبدلوه بالعطيمات ديال الدجاج بلدي اولا دجاج بلدي هيدا قشيوشات ولا عنيقات وقنيصات، وهذه ضروري يكون شي حاجه من الماء ديال البروتين مفيد. اولا تقدروا تعملوا السمك العطيمات ديال الشلال حتى هما تقدروا تعملوهم، ما عرفتش كل منطقه واش اللي كيقولوا لهم. انا نحاول نكتب لكم باللغه العربيه اش من نوع ديال السمك هدرت عليه. احنا في الشمال كنقولوا له الشلال، و ديك الساعه نكتب لكم باللغه العربيه شنو كيتقال له. هنايا كيف ما قلت لكم جبت الماء وضعت فيه قشور القمرون. انا بعد ما كنجيب القمرون كنقشرو وكنحتفظ بالقشور ديالو في المجمد، حالة ما كنت غنستعملهم ديك الساعه نعمل بهم الصوبة كنعملها، ما كنتش غنعمل بهم الصوبة كنحتفظ بهم في المجمد حتى كنحتاجهم. هنايا كيف ما قلت لكم انا سلقتهم، غير كيبداو بالغليه كنطفي لهم، غادي نصفي هذا الماء وغادي نعمل فيه الصوبة ديالي. خليكم معايا. البنات ديالي كنضيف لها الملح وكنعملها فوق النار وكنغطيها وكنخليها طيب لي السوبا ديالي. هني البنات ديالي طفت لي السوبا ديالي، غادي نطحنها وخليكم معايا. هني بنات غادي نضيف لها الماء باش تجيني خفيفه شويه، انا ضفت لها لتر من الماء باش غادي نضيف لها الشعريه. هني بنات بغيت نعطيكم فكره، انني استعملت الشعريه الصينيه بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا هذه الانواع ديال الصوبه، اللي جبروها بالشعريه العاديه راه ما كيبغيوش ياكلوها. هيدا كيشوفوها بحال سباكيتي كتختلف شديتو. تقدروا تعملوا الشعريه العاديه اللي هي شعريه السفه، تكون رقيقه بزاف حتى هي كتجي مزيونه بزاف. تقدروا تستغناو على هذا النوع ديال الشعريات، انا بيدي الصراحه ما عندي شي معاهم بالحق. كيف ما قلت لكم الوليدات باش كنبغيو نبزو عليهم شي حاجه ياكلوها صحيه كنضطروا ندخلوا لهم شي حاجه كيبغيوها. هنايا خليكم معايا باش نقطع هذه الشعريه ديالي صغيره وغادي نعملها فوق السوبه ديالي بعد ما تغلى لي. هني البنات ديالي بعد ما غلات لي السوبه ديالي ضفت لها الشعريه وخليتها واحد دقيقه تترخى ديك الشعريه. هنايا نغرف السوبه ديالي نوريكم طريقه التقديم، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وكنتمنى نكون فيدتكم. هني البنات ديالي كنقول لكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلامه والسلام عليكم.